أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، مثمنا جلالته الدعم المتواصل لدولة الإمارات ووقفاتها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة. يرافقه سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات بمملكة البحرين، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق. ونقل سموه إلى جلالتي تحياتي وتقدير إخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء. هذا وقد رحب جلالة الملك المفدى بسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكلفه بنقل تحياته إلى إخوانه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار. ونوه جلالته بمثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تعزيز روابط التعاون المشترك لا سيما في المجال الأمني والتنسيق بشأن التطورات الراهنة، كما أشاد جلالته بالإنجازات الهامة التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة الميادين وبالمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي وبمساعيها الخيرة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والعالمية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك. ومن جانبه أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة في ترسيخ الروابط الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيدا باستمرار التقدم الذي تشهده مجالات التنسيق والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.